يوم عصيب عليك يا علي. فها هو النبي في آخر ساعاته وهو بحجرك، لله درك سيدي، وأنت ترى الثرى يعلو بدن أخيك، فماذا أنت قائل والحال ذاك؟ مهلا أبا الزهراء يا خير رسول، هذه فروعك يا أخي تنعى الأصول، خذني إليك فإن لي روحا تقول لا خير بعدك في حياتي أن تطول، أن يمضي خير العمل عن حابضان الأجل، من ذا لها نفس علي. سيدتي يا فاطمة، ما حالك وأنت تجلسين عند رأس أبيك وشمسه على وشك الأفول؟ يا أم أبيها، ما أنت قائلة والحال ذاك؟ هذه أنا الزهراء يا خير الأنام، ما لي سوى جنبيك دار ومقام، أبقى إلى أي بكاء واحتضام، إن غبت عني فعلى الدنيا السلام، لا تبتليني بالأسى أبكيك صبحا ومساء، رفقا بها خير النساء. ينعاك دين قد فقد نورا على طول الأمد، يا قل هو الله أحد.